أشرف محافظ صلاح الدين الدكتور مهندس عمار جبر خليل على توزيع أجهزة التنفس الصناعي لمصابي كورونا بين قائم مقامي الأقضية ضمن خطة تأمين الدعم اللازم للمواطنين وتحسين الإمكانات الفنية في مراكز الحجر الصحي. ووجه المحافظ رسالة لجميع المسؤولين في المحافظة بالتفرغ لخدمة المواطن ضمن السياقات القانونية والابتعاد عن التأثيرات الجانبية بكل تفاصيلها، مشددا على أن الإبداع في الظروف الصعبة هو النجاح الحقيقي. وكان القيادي في تحالف القوى النائب الدكتور أحمد عبد الله عبد أبو مازن ومحافظ صلاح الدين الدكتور مهندس عمار جبر خليل قد تكفلا بشراء أجهزة التنفس الاصطناعي تضامنا مع أهلهم بمواجهة وباء كورونا.